السلام عليكم. الزبدة عشان ما ودي أطول. صحيح إني قلت لكم في المقطع الماضي، المقطع الجاي بكم مفاجأة. أعتذر لأن الصراحة الشيء هذا تأخر علي، كنت خلني أخلي القناة نفسها وضعها الطبيعي، وإن شاء الله بصير كل يومين مقطع. بس كان معكم أخوكم ريان أوسيم زيد، وخليكم معكم التريجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم ريان أوسيم زيد. وش مسوين؟ وش عاملين؟ صحتكم بصحة وسلامة؟ يوه يا قاعد مع الكلمة. وش مسوين في المدرسة؟ وش مسوين في الجداول؟ في الكتب؟ في الكدش يا حبيبي حلق. طبعا الأهليات معروف ما يقولون شيء عن الكدش، والله لو انك وش ما يقولون شيء أهلية. بس تختلف الأهليات يعني، ما تدري. الزبدة هذا مو موضوعنا. أول شيء بتكلم عن الجيم بلاي. الجيم بلاي كان في دومينيشن، ما بهاردات، ما ان ما حشرنا ولا هو بحشر جامد ولا هو يعني مو بحشر مره، لكن جبت سكور كويس 65. ان شاء الله يعجبكم الجيم. طبعا الجيم مو قدامي بس بحطه ان شاء الله. للي يقول انت ما تدخل الاي دي حق المشتركين وانت يعني ساحب على اي دي مشتركين، بالعكس ادخل دايم وشوفها. الدليل انها جايب جيم بلاي، وصعب تلقى جيم بلاي اصلا. الحمد لله دعست، دخلت مع بارتي وفليناها وضحك وجبنا جيم بلاي. وش بعد؟ وش بعد؟ وش بعد؟ اي بتكلم الموضوع اليوم، او قبل ما ادخل الموضوع، المدرسة. بتكلم شوي عن المدرسة، شوي عن المدرسة. ثاني ثانوي وثالث ثانوي الدرجات حقاتهم تراكمي، حلو؟ يعني درجة في الرياضيات على حسب المواد، على حسب المادة كم تجيك في الأسبوع. مثلا رياضيات سبت احد اثنين ثلاثة اربعة، 5 ايام، حلو، سبت احد اثنين ثلاثة اربعة، ويعني كل يوم حصة رياضيات، الا يوم واحد حصتين رياضيات، يعني في 6 حصص رياضيات في الاسبوع، فتصير الدرجة ب6 درجات. هذا في التراكمي. الكيمياء 4 مرات في 4 حصص في الاسبوع، تصير درجة ب4 حصص. شيء يخوف، لكن وش نقول، هذا حال الدنيا. وش بعد؟ وش بعد؟ ايه الله يعين. وشي يعني شي يقهر، ان اذا جاك مدرسين جدد يعني توهم جايين على المدرسة، ولا يدرون من انت، ولا يدرون انت يعني انت ما انت مشاغبة، وانك يعني ما انت براعي بزوطة، يعني اللي ما فهمش بعد بزوطة، يعني لف دوران يمين يسار، ويحقد عليك. يعني مثلا تكلمت كلمة خفيفة مع اللي جنبك، يجي يحقد عليك خلاص، يناظرك. اي واحد يتكلم من الجهة الثانية، يعني انا يمين هو يسار، يعني في كل واحد في زاوية، يتكلم كلمة واحدة ويشرح، ناظرك، يسأل يناظرك، أي واحد يسأل يناظرك. يعني مشكلة إذا حقد عليك واحد، ويعني مو شيء شين أو شيء مو بزين إنك تخرب علاقتك مع مدرسين. الزبدة، ندخل ندخل الموضوع. أحس إني طولت عن الدراسة وكذا، عن سوالف الدراسة. زبدة الموضوع، زي ما أنتم شايفين قدام، زي ما أنتم شايفين بالعنوان، مية بس، أو ليش مية بس؟ اقصد بالمية، وش هي اقصد بها؟ الفرنت اللي يجي في البلاي ستيشن، شيء والله مضايقني، شيء يقهر. ليش؟ لان صراحة كم واحد يعني اتوقع مية بس ما تكفيك على اخوياك، على ايديات اخوياك، على ايديات عيا خالتك وقرباك بشكل عام، على ايديات كلانات اللي تدخلها. يعني شيء 100 بس قليلة مرة. يعني خلينا نقول مثلا اخوياك، نقول 20 شخص، 20 خوي عندك، عنده هايدي، قرباك مثلا عندهم 20، خلينا نقول الكلان معروف، الكلانات تصير كثير اعضاءها، ولازم يعني تضيف اكثرهم عشان اذا لعبت تحدي، وخاصه اذا كنت رئيس او نائب رئيس بيصعب عليك الامر، ولازم تضيفهم كلهم. يعني 100 قليله. وغير كذا انا الحين متضايق صراحه، كم واحد يقول لي بلاك مير يبغى اضيفك، يبغى اضيفك، اقول خلاص ما عندك مشكله، اضفني على ايام وسيمز. عدو يجيك كان مسوي لي ذهين، يقول لا، ايام سيمز هذا اي دي ثاني، ابغى اضيفك في الاي دي الاول هو او سيمز. قلت اقول له مثلا معليش فل، ما اقدر اضيف، وينشب لي. ف يعني اعتذر لكم من هنا، يعني من الحين اللي بضيفني يضيفني على اي دي ايام سيمز، تلقوا له فوق يسار اي ام اي ام او سي ام زد. يعني انا يعني اقتنع او شيء في بالي، اذا كانوا مثلا يعني اتمنى هالشيء، ان يحطون مثلا شيء تستريم ستور، او يكون حقين البلس، ان تقدر تضيف اكثر من 100 شخص.
مثال يعني تشتري شيء تدفع مثلا تشتري الدولارات وتدفع، وكانك تشتري مابات حلو، كانك تشتري ماب باك كول اوف ديوتي تشتري، او كانك تشتري ديمو تشتري يعني حقيقة وخاصية انك تضيف مثلا 200 شخص يعني تزيد 100. والله بتصير فكرة حلوة خاصة اللي عندهم معارف كثير يعني ويضيف ناس كثار، فبتنفعهم بينفعهم هالشيء. وفي نفس الموضوع يعني شيء يتطرق له الموضوع هذا، الناس اللي يسوون لهم اكثر من اي دي، يديك بعد يومين يقول لك ما يقول ديليت، لا يقول بليز اد كذا وكذا، يقول هذا الكود مثلا كود فور. طيب حلو خلاص اضفناك، لا المشكله مو باي واحد، لا مثلا يصير واحد من قرباك او واحد من اخوياك ضيف هذا كود فور، يجيك بعد يومين بليز اد ويكتب ايديا هذا كود 5 هذا كود 6 هذا كود 7 8، يعني يكتب لك يسوي لك اكثر من 8 ايديات وكلها يعني الاي دي الفلاني الكود الفلاني اي دي فلان الكود فلاني، يعني شيء يقهر. يعني اثبت على اي دي واحد العب فيه كود 6 كود 7 كود 8 باتل فيت العب لين تمل يا شيخ، ولا تقعد تزعج العالم تسوي لك ايديات واضفني اضفني. ذا شيء يقهر صراحه. يعني اتمنى في نهايه يعني نهايتكم، اتمنى يعني لو بلاي ستيشن يطلعون فكره انهم تقدر تشتري من ستور الفريند، يعني تشتري زيادة فريند فريند يعني اصدقاء اللي تضيفهم ما غيره، تصير على الاقل 200 او 150، لان صراحة صراحة يعني تبغى تضيف ناس تبغى تلعب معهم مشوار تسوي لك ايديين وكذا. وبس هنا نهاية الكومنتري، اتمنى عجبكم الكومنتري، اتمنى عجبكم الجيم بلاي. شدوا حيلكم دراسة، ما تحسبوني انا لا انصحكم، لا لا بالعكس شدوا حيلكم، اهم شيء في اول دراسه، عشان خاصه اذا كانوا مدرسين جدد لازم يعني تحسن علاقتك معهم. بس خلاص كان معكم اخوكم ريان وسيم زد، اذا بقي من الجيم بلاي خليكم مع الجيم بلاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي لا تنسون تسوي لي فولو على تويتر @ريان OTH. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.